السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع تعدين لعملة الروبل، موقع لسه جديد. دي إحصائية الموقع يا شباب، عدد الأشخاص الجداد المدفوع احتياطي المشروع. دي فيديوهات اللي يقدر يعمل فيديو، الموقع عنده قناة يوتيوب يعرض لهم فيديو. في هنا بيقول لك هيعملوا يعني زي مسابقة كده، يشوفوا أفضل فيديو وهياخد 100، يحصل على 100 روبل. هنيجي هنا للموقع. طريقة تسجيل في الموقع، بنحط هنا رقم محفظة البياري وبتنقل الأرقام دي هنا وبتعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايفين هنا بيقول لك أرباحك هتبقى ايه. يعني لو حطيت مثلا 10 روبل، هيقول لك في اليوم هتحصل، في الساعة هتحصل على 8 سنت، في اليوم على 2 روبل، في الأسبوع على 14، في الشهر على 60 روبل. لو حطينا 100 هيبقى ربحك 120 روبل في اليوم، 83 في الساعة، 20 في اليوم، 140 في الأسبوع، في الشهر 600 روبل. تمام يا شباب كده، دي المدفوعات والإيداعات في الموقع. هنطلع كده من فوق يا شباب، هنحط هنا رقم محفظة الباير وهنحط هنا الأرقام دي 3724 3724، ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب. من الداخل هتلاقي هنا في رصيدك مفيش أي حاجة، طبعا الصفحة الأولانية ديت اللي احنا عليها. تاني حاجة هنا الإيداع، لو انت هتودع في الموقع هتختار هنا المبلغ، طبعا المحفظة محفظة الباير زي ما هي. هنحط كده 10 روبل تجربة في الموقع. أرباحنا في اليوم هتبقى 2 روبل كده يا شباب. أرباحنا في اليوم زي ما قلنا 2 روبل، في الأسبوع هتبقى 14، في الشهر 60 روبل. هنعمل إيداع، هيحولنا على طول على محفظة الباير. طبعا هنختار الروبل، هنأكد، هنأكد تاني. اهو يا شباب كده احنا بقالنا وديعة ب10 روبل. زي ما انتم شايفين الموقع بدأ يعدن، وهنا أرباحنا كده هتبقى 1 روبل في اليوم، هتبقى 1 روبل 98 سنت، في الساعة 8 سنت، في الأسبوع 13 روبل. بعد كده شباب من هنا السحب، طبعا هنا بيوصل المبلغ، بتحط هنا يبقى المبلغ بتاعك موجود تحت هنا، بيقولك تاريخ السحب هيبقى امتى ويفتح معاك. الحد الأدنى للسحب هو 1 روبل. وبعد كده في من هنا دي زي ايه نظام قصتك، هنا بيقول لك تاريخ التسجيل، هنا رقم المحفظة، هنا الايداع بتاعك، هنا هيبقى السحوبات والايداع السحوبات، وهنا الوديعة بتاعتك اهي. دي هتبقى كل حاجة عندك، سحوباتك ووديعتك كلها تبقى في الخانة دي. من هنا رابط الاحالة، اهو يا شباب بيبقى هنا احالاتك. الموقع بيد 8% على اي حد يوضع في الموقع. رابط الاحالة بتاعنا اهو. وبعد كده دي المدفوعات، اخر مدفوعات في الموقع، اخر مدفوعات وايداعات في الموقع. ودي كده كل حاجة يا شباب عن الموقع. في هنا مجموعة ليهم، مجموعة الفي كي وفي التليجرام، وقلنا هنا رابط الفيديو اللي انت عملت فيديو بتبعته لهم هنا في المجموعة، بتخش على المجموعة. اهي يا شباب دي مجموعتهم، بتقدر تراسلهم وتبعتلهم الفيديو هنا. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.